السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله هنأخذ موضوع جديد اللي هو العنوان بتاعه Self Death. طبعا أنا متأسف جدا أني تأخرت شوية لتنزيلة الفيديوهات لأني كنت مريض شوية، تمام، لكن إن شاء الله أمورنا طيبة. نحن يعني أنا على حسب ما سمعت أن امتحاناتكم الجزئية إن شاء الله حيكون يبدأ في شهر 12 والجزء الثاني تقريبا في شهر 2، فعندنا وقت كويس بكل أن نكمل فيه الجنرال كله قبل ما يبدأ حتى الامتحانات الجزئية. هو غالبا اصلا غالبا ان في اغلب السنوات السابقه ان الامتحان جزء يكون في الجنرال كله، في بعض السنوات صارت لهم شويه ذره فالغوا لهم النيوبليزي ما دخلش في الجزئي، لكن اغلب التعبوش بها يعني لان اغلب السنوات كان الجزء الاول ديما الجزئيه الجنرال كله. وان شاء الله باذن الله نحن حنغطوها الجنرال كله قبل بدايه الامتحانات وحنحل عليها اسئله ونراجعوها وان شاء الله باذن الله تعالى ان ما تخشوا على الامتحان الجزئي الا وانتم متمكنين 100%، تمام. موضوعنا اليوم على السيل ديث. طبعا احنا في المحاضرات السابقه خذينا السيل انجري وقلنا السيل انجري بعد تعرض للستريس وتدخل فيه انجري ويحدث للسيل تشينجز. ممكن التشينجز اللي يصيرون في السيلز ممكن يكون ريفرسيبل وممكن يكون ريفرسيبل، صح ولا لا؟ تمام. وقلنا لو الخليه بعد الستريس اللي عليها حول الخليه قدرت تستعيد النورمال فانكشن والستراكشر بتاعها الاولي، معناها الخليه ردت كيف ما قبل، وهذا نسموه فيه reversible changes أو reversible cell injury. ولو الخلية خشت في ستريس قوي شوية وخذ وقت كافي وخشت الخلية في changes، لكن changes اللي خشت فيها هنا الخلية ما عادش ردت كيف قبل وفشلت إنها ترد normal function and structure، معناها هنا نعتبره إن الخلية خشت في irreversible changes وحينتهي به المطاف نهاية بكل إلى death، تمام. فتو نحن الموضوع بتاعنا هو على السيل ديث، هذه محاضرتنا اليوم. فبعد نبدأ نحن في السيل ديث نقول الخلية تعرضت لإنجري لأي كوز كان من أسباب السيل إنجري اللي خذيناها، فخشت في شنو؟ خشت في irreversible changes، تمام. changes هذين حياخذن وقتا وفي النهاية بكل حينتهي بها الخلية إلى الديث، صح ولا لا؟ ردوا في الفيديوهات السابقة، تمام، وخاصة في الهيبوكسك شين قلنا نحن؟ قلنا بعد الثيرر أو الخلية تخش في irreversible changes طب الخلية نقص عليها الأكسجين، صح ولا لا؟ فالخلية عادة دارت عملية glycolysis، لكن لأن لا يوجد أكسجين فدارت عملية glycolysis في عدم وجود الأكسجين اللي هي أنتم عارفين اسمها الآن aerobic glycolysis. الناتج متاع الآن aerobic glycolysis قلنا هو lactic acid. شين دار lactic acid؟ نقص البي اتش اللي في الخلية وقعدت الخلية في أسيدك ميديا، وقلنا ديما الأسيدك ميديا مذيبة تذوب ديما، فشن دارت؟ عدت اللاكتيك أسيد أو الدكريس البي اتش عدت ذوبت جدار الوول متاع الليزوزومز، انتشر الليزوزوم الإنزيمز. الليزوزوم الإنزيمز هن اللي دمرن الأعضاء الأساسية اللي هن موجودة في الخلية وبالتالي دمرت الخلية، تمام. معناه نستنتجوا من الكلام اللي قلنا نحن هذا كله في السابق ان السبب الاساسي اللي هو ادى الى القضاء على الخليه او انهاء الخليه اللي هن الليزوزومال انزيمز، تمام. به يجيك حد يقول لك يا دكتور تمام شنو هن الليزوزومال انزيمز؟ سميه لنا الليزوزومال انزيمز نشوف لهن قدرات عجيبه لان قدرن يدمرن السل، نبغى نعرفهم شنو. فنقول له حاضر، هذه الخليه متاعتنا، تمام، هذا السل ممبري تاعنا وهذا النيوكليوس. طبعا داخل النيوكليوس شين يوجد؟ الدي ان اي والار ان اي، صح ولا لا؟ وهذه الميتوكوندريا بتاعتنا وتعتبر الميتوكوندريا من الاورجانيلز المهمه في الخليه. ليش؟ قولوا معايا، صح، لان الاكسجين في النورمال بعد يدخل يجي للميتوكوندريا، الميتوكوندريا دي لها تفاعل جوه اسمه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن وينشا عنها اي تي بي. ATP مهم في العمل اليومي للخلية، هذه البنزينة بتاع الخلية، تمام. وعندنا هنا الليزوزومز شنو فيه جوا؟ معبيات الليزوزومال انزيمز، تمام. نحن قلنا في الفيديو السابق او الفيديوهات السابقة قلنا بعد تنقص البي اتش بتاع الخلية شو بتدير؟ دمر لي الوول نتاع الليزوزومز، فينتشرن الليزوزومال انزيمز هن اللي يخربن ويدمرن الصل، اتفقنا عليها؟
تمام. خلينا ناخد الليزومز بروح، نبي نعرف شنو هن، شنو هن الليزوم الانزيمز اللي قدرنا يدمر الخليه. قول لي يا سيدي، هذه الليزومز تاعنا وهذين الليزوم الانزيمز، تمام. لكن قبل ما نحكي على الليزوم الانزيمز، خلينا شنو نفصصوا كل حاجه بروح. هذه النيوكليوس، قلنا شنو فيها النيوكليوس؟ فيها الدي ان اي، فيها الار ان اي، وهذه الميتوكوندريا اللي هي تصنع الاي تي بي، وهذا السيل ميمبرين اللي هو يتكون من حاجتين اساسيات، لان الليبت فوسفوليبت. تمام، والسايتوسكيلتون اللي هو شنو؟ بروتين، صح ولا لا؟ به. انا من قبل قلت لكم اني انا مش نقضي الخلية، لازم نقضي على الكرعين تاعت الخلية، الاساسيات، اساس او القواعد تاعت الخلية، اللي هن النيوكليوس والسيل ممبرين. ما فيش خلية تقدر تعيش من غير نيوكليوس ومن غير سيل ممبرين، صح ولا لا؟ وكذلك الميتوكوندريا، الميتوكوندريا هي اللي بتصنع الاي تي بي، خلية من غير اي تي بي مش هتقدر تعيش، صح ولا لا؟ فلو انا قدرت نقضي على السيل ممبرين وعلى الميتوكوندريا وعلى النيوكليوس، انا هيك قدرت نحقق الحاجة اللي هي موضوعنا اليوم، اللي هي السيل ديث، صح ولا لا؟ كلام سليم. معناها انت تستنتج جوا بينك وبين نفسك ان اللايزوزوم الانزيمز اكيد 100% حيقضم على السيل ممبرين وعلى النيوكليوس وعلى الميتوكوندريا، صح ولا لا؟ هذا التفكير الاساسي. هيك نقدر تو نعرفوا شنو هن اللايزوزوم الانزيمز. اللايزوزوم الانزيمز هن عبارة عن 5 انزيمز، 1 2 3 4 5. اول انزيم اسمه بروتيز، تمام، وعندنا انزيم اسمه اللايبيز، وعندنا انزيم اسمه الفوسفو لايبيز، تمام، وعندنا انزيم اخر اسمه الاي تي بيز، واخر واحد اسمه الاندو نيوكليس، اللي هو يشمل 2 انزيمز، هن عبارة عن دي ان ايز والار ان ايز، تمام. لان تو انت بينكم بنفسكم شوفوا الاسم انت الانزيم تعرفه هو بشين بيكسر. فالانزيم او اول واحد اللي هو اول ليزوم الانزيم اللي هو البروتيز، شين بيدير؟ بروتيز، بروتين، معناه بيكسر السيتوسكيلت. الثاني والثالث اللي هن شنو؟ اللايبيز والفوسفولايبيز، معناه بيضربان الليبيدز اللي هن مكون اساسي في السل ميمبرين، صح ولا لا؟ الرابع اللي هو الاي تي بيز، هذا بيدمر اي اي تي بي تصنع حاليا الميتوكوندريا، بالتالي قضيت على الفانكشن اوف الميتوكوندريا. خلاص انا الميتوكوندريا حتى لو ما قضيت على الميتوكوندريا بحد ذاتها، انا شنو بي فيها؟ انا مش حاط الميتوكوندريا في السيلز على سواد عيونها، انا حاط الميتوكوندريا مش تصنع لي اي تي بي. لو هي فشلت انها تصنع لي اي تي بي، معناها قعدتها في الخليه كيف قلتها، ما عنديش اي استفاده، تمام. هذه الاي تي بي فيدمر لي الاي تي بي اللي طلع فيه وتصنع فيه الميتوكوندريا. اخر انزيم اللي هو الاندونيكليز، اللي هو يشمل على 2 انزيمز الدي ان ايز والار ان ايز، يمشي يدمر الدي ان اي والار ان اي ويدمر النيوكليوس، تمام. معناها هيك الليزوم الانزيم شنو دار لي؟ دمر السيل ميمبرين ودمر النيوكليوس ودمرت الفانكشن اوف الميتوكوندريا. هيك قضيت على الاساس او القواعد بتاع الخليه، فالخليه شنو بيصير لها؟ بتموت، وينتهي لي به المطاف الى سيل ديث، تمام. هذا الموضوع الاساسي بتاعنا، تمام. تو هنا الاندونيكليز مش قلنا يدمر الدي ان اي والار ان اي اللي موجود داخل النيوكليوس ودمرت النيوكليوس؟ هو الاندونيكليز هو المسؤول على النيوكليير تشينجز اللي بيصير. تذكروا النيوكليير تشينجز اللي قلنا عليهن في الفيديو السابق، اللي هن شنو هن؟ قولوا معايا، بيكنوسس، كاريوركسس، والكاريورايس، صح ولا لا؟ ففي نهاية المطاف حدير لي دمر النيوكليوس، قضيت على السيل ميمبرين، قضيت على النيوكليوس، قضيت على الفانكشن اوف ميتوكوندريا، ادت الى سيل ديث، تمام. سهله بسيطه، هذه هي الميكانيزم از ا جنرال للسيل ديث. لكن طبعا انت تقرا في طب
طب مستحيل يسهلوها لك بالطريقة هذه، لازم يعقدوها لك. به يجي حد منكم يقول لك يا دكتور خلاص يعني اوكي السل ماتت توا، هل هو يعني موتة واحدة كيف ما نقوله او نوع واحد؟ يقول لك لا يا معلم، انت تقرا في الطب لازم يصعبوا لك. فقال لك الدث بتاع السلس له نوعين، النوع الاول يسموا فيه النكروسس، والنوع الثاني يسموا فيه الابوبتوزس. تمام، اذا النوع الاول او السيل ديث تنقسم الى تو تايبس، النوع الاول اسمه النكروسس والثاني اسمه الابوبتوزس. تمام، تو نحن حنحكوا على كل واحد بالتفصيل، حنحكوا على النكروسس بالتفصيل الميكانيزم تاع الانواع بتاعتها، وحنحكوا بعدها على الابوبتوزس، وهيك حنشطبوا السيل ديث. تمام، به تو بنيو نحكوا على اول نوع من انواع السيل ديث اللي هو اسمه النكروسس. اول حاجه خلينا ناخذ التعريف نتاع النكروسس. قال لك التعريف نتاع النكروسس هو اربع كلمات فقط، ديث اوف جروبس اوف ذا سيل، هذا التعريف نتاع النكروسس. اربع كلمات هذين هو كله يبي منك الجروبس. شنو هو تعريف النكروسس؟ هو مقتل او death of groups of the cells. ليش؟ لان الابوبتوزس مش حيكون جروب، الموت الخليه حيكون يا اما خليه يا اثنين يا مجموعه بسيطه فقط لا غير، لكن النكروسس death of group of the cells. تمام، اربع كلمات هذين مثلا تعريف النكروسس، مش اكثر من هيك. شن هن السبب الرئيسي؟ قلنا في الورقة اللي قبله قلنا الكوز الأساسي يؤدى إلى مقتل الخلية، قولوا معي الليزوزومال انزيمز، وهذه اتفقنا عليها وعرفنا كيف يقتلن الليزوزومال انزيمز السل. قال لك الليزوزومال انزيمز تقضي على الخلية بحاجتين أو نوعين، يا اما يكون الميكانيزم او وسيله القتل تكون اوتو لايسس او هيترولايسس، يا اما تكون اوتو لايسس او هيترولايسس. يجي حد يقول لك يا دكتور شنو الكلام الغريب هذا، شنو اوتو لايسس وشنو هيترولايسس؟ يقول لك ما تعقدش روحك. كلمة أوتو معناها حاجة ذاتية، صح ولا لا؟ ركز معي، ش اللي أدى إلى قتل الخلية؟ لايزوم الانزيمز، وعرفنا كيف دمرت السيل ميمبرين، دمرت النيوكليوس، دمرت الميتوكوندريا. نقول لك لو، ركز معي، لو لايزوزوم الانزيمز اطلع من نفس اللايزومز متاع نفس الخلية اللي ماتت، هنا نسمو فيه الأوتولايسس. فهمتوا علي؟ يعني الليزومز مش هي طلعت الليزوم الانزيمز ودمرت الخلية، لو اطلع عن الليزوم الانزيمز من نفس الليزومز متاع نفس الخلية اللي ماتت، هذه نسمو فيها الأوتو لايسس. فلو نكتبوا لها تعريف هنا نقولها ان اللايسس يكون بواسطة شنو؟ يكون باي انزيمز ديرايفد، اشتقت فروم اوين سيلز أرطوري أوين لايزومز، من نفس الخلية اللي ماتت، هي نفس الخلية اللي ماتت اللايزوم طلع منها نفسها. لكن خلاص هذه اتفقنا عليه وعرفناها وسهل. يجيك حد يقول لك بالهيترولايسس كيف اللي جانها لايزومز من برا؟ نقول لك جانها لايزومز من برا. تو خذوها قاعدة، أي مكان تعرض فيه الجسم ثرس معين، هنا البادي يبدأ شنو يدير؟ البادي يبدأ يعلن في حالة طوارئ. لو مثلا اريا معينه تعرضت للاسكيميا او انفلاميشن او انفكشن او اي حاجه، الجسم هنا يبدا يعلن الطوارئ، يبدا يطلع في سيلز، يدز في سيلز، يطلع في ميدياتورز للمكان هذاك. تمام، اعلن حاله الطوارئ ان في حاجه غلط صارت في مكان عندي في البودي. من ضمن السيلز اللي يمشن غادي هنا الليوكوسايتس، الليوكوسايتس هنا الدبليو بي سي. بعد يمشن غادي بيستطلع عن الجو بيشوف الوضع شن فيه،
هن بروحهم يمشي في القص يتدمر، ولا واللايزوزومز نتاع الليكوسايتس يفرز لايزوزوم الانزيمز تمشي تدمر الخليه. هي الخليه مش ناقصها، اللايزوم اللي قاعد فيها مكفي وموفي اصلا، هي اللايزوم بتاعها هو اصلا مطلع بروحه لايزوم الانزيمز وقاعد يدمر الخليه نفسها. تجي انت تجيب لي لايزوم من برا وتدمرني اخرى، هذا اللي يصير في اللايزوم الانزيمز. معناها هنا انه يكون اللايسز باي انزيمز derived from lysosomes. منين جن lysosomes دي؟ of leukocytes. هذا المصدر الأساسي بتاعه، ممكن يجيك من خلايا أخرى لكن كيف مكتوب عندكم في الشيت والمتفق عليه أن أغلب lysosomes جن من leukocytes. تمام، نديرو ريفيجن سريع اللي كان في حد حلت منه شي حاجة. عرفنا ان السلث ينقسم الى 2 تايبس، يا اما يكون نيكروسس يا اما يكون ابوبتوزس. بدينا اول حاجه وقلنا بسم الله في النيكروسس، عرفنا تعريف النيكروسس اللي هو death of groups of the cells، مش وحده او اثنين، مجموعه كبيره لا. وعرفنا نحن اصلا وعارفينها ان السبب الاساسي ان الخليه تموت اداه القتل الاساسيه اللي هي اللايزوزومال انزيمز، هو اساس البلاء. قال لك اللايزومال انزيمز يقتل الخلية عن طريق حاجتين، يا اما وسيلة القتل تكون اوتولايسس، يعني اللايزومز اللي في الخلية نفسها تطلق عليها اللايزومال انزيمز وتقتلها، تقتل نفسها بنفسها، يا اما هيترولايسس ان وسيلة القتل تكون من مكان اخر او من سلز اخر. تمام، هذين الاوتولايسس والهيترولايسس ده 100%. يجي حد منكم يسأل سؤال يقول لي بيه يا دكتور تمام فهمنا ان الخلية ماتت اوكي، بيش مصيرها؟ طب نحن نقول هنا الشخص اللي موت بدور له جنازة ويكفنوه ويصلوا عليه ويغسلوه ويدفنوه، الجسم كيف يتعامل مع الديد سيلز؟ شن الجنازة اللي بديرها البادي للديد سيلز؟ فنديروا عنوان بسيط هنا اسمه الفيت اوف الديد سيلز. يقول لي تمام يا دكتور فهمنا وعرفنا ان الخلية ماتت، به كيف الجسم بيتعامل معها؟ نقول لك الجسم بيتعامل مع الديد سيلز عن طريق حاجتين اساسيات، يا اما يدير لها فاجوسايتوسس بواسطه شنو؟ باي دبليو بي سي، يا اما يدير لها حاجه اسمها الكالسيفيكيشن. تمام، تو الدبليو بي سي قاعده تبرم في السيركوليشن، قاعده بالضبط كيف سياره الشرطه تبرم وتبحث، تمشي في السيركوليشن ماشي في البلازما وتبحث. الحاجه المالوفه واللي هي هذه تقول لك هذه شورنا في جسمنا تخليها كيف ما هي، اي حاجه غريبه دمرها تاكلها وتقتلها. تمام، لو مثلا دبليو بي سي مشيت ماشي في البلازما تحق في الار بي سي تحق في البليتلت تحق في البلازما بروتين ما تهاجمهاش، لأن هذه عارفة أن هذين راو خلايا صديقة، هذه تتابع الجسم تاعي. لكن لو حقت infectious agent بكتيريا أي حاجة شتى اللي بتدير تبي تهاجمها، نفس الفكرة. فالدبليو بي سي أنا بعتقد ماشية في circulation تحق dead cells، يقولك لا هذين خلايا ميت شو نبي ندير بين، خلاص مات ما عاد في منهم أي استفادة، فتمشي تغري تدير لنا الفاجوسيتوسس وتخلص منها. فهذه الوسيلة الأولى يتعامل بها الجسم مع الديد سيلز وسهله. الحاجه الاخرى اللي هي الكالسيفيكيشن، ها هذه شو معناها يا دكتور؟ يقول لك شو معناها كالسيفيكيشن؟ ركزوا معي، نفترض ان هذه خليه باه ميته، خليه ميته طبعا، خليه ميته درت لها كي ليش؟ لان قلنا بعد تموت النيوكليوس دمرت الار ان اي، انا فقدت البازوفيليك كريتيريا اوف ذا سيلز، فقالت ايزينوفيليك قاعد اللون تاعها بينك. في بقايا فسفوليبيد مثل الممبرين مثلا قاعدات، صح ولا لا؟ والفسفوليبيد هذه عبارة عن شنو؟ بعد جيت تقسمها تكسرها، هي عبارة عن الفوسفيت وشنو؟ وليبيد. الكالسيوم يعشق الحاجتين هذين، بعد يلقاها المنفصلات دغري يرتبط بيه، ما عندهاش معنى نروح بك. كالسيوم في السيركوليشن يحق فوسفيت بروحه يحق ليبيد بروحه دغري بندنج مع الفوسفيت او مع الليبيد، تغري يرتبط به. تمام،
فنستنتج ان الكالسيوم هنا عنده هاي افينيتي وذ فوسفيت، والكالسيوم ايضا عنده هاي افينيتي مع شنو؟ مع الليبد. تمام. هذا ليش بعدين في سنه خامسه انت ممكن تاخذون حتى توه، لكن في سنه خامسه اكثر بعد تاخذ ميديسن في حاله اسمها الهايبر فوسفاتيميا، وعندنا الهايبر كالسيميا، وفي العكس في الهايبو فوسفاتيميا والهايبو كالسيميا. لو شخص مثلا مد لك تقرير خاصه انت توه خلاص خشيت سنه ثالثه، هم يا ربي يعاملوا فيكم من انتم في الاعداد دكاتره خلاص، يجيبوا لكم اكس راي، يجيبوا لكم اي حاجه، لبل انت متوه في سنه ثالثه، فيجيك حد يمد لك مثلا تحليل يقول لك دكتور ادرى لي، تلقى مرات نسبه كالسيوم نسبه فوسفيت يعني دغري. لو انت مثلا شخص لقيت عنده هايبر فوسفاتيميا، هايبر فوسفاتيميا شو معناه؟ معناه الفوسفيت زايد. بعد يجد الفوسفيت زايد في البلد، طبعا فوسفاتيميا ايميا معناه انديكيتو بلد، معناه زياده في الفوسفيت في البلد. الكالسيوم اللي قاعد في السيركوليشن شنو يدير؟ يحك فوسفيت بالدم فري، يقول لك انا ما عنديش روح مع الفوسفيت، فدغري الكالسيوم شنو يمشي يدير؟ يدير بندنج مع الفوسفيت، فنسبه الكالسيوم في السيركوليشن شنو بيصير لها؟ بتقل. وين عدت نسبه الكالسيوم؟ عدت كلها ارتبطت مع في الفوسفيت. فاغلب جماعه اللي عندهم الهايبر فوسفاتيميا تلقى عندهم هايبو كالسيميا، والعكس لو شخص مثلا عنده هايبو فوسفاتيميا نقص نسبة الفوسفيت، الكالسيوم اللي كان مرتبط مع الفوسفيت انضرب بعد فري في البلد، ما عندهش معاه يرتبط مع شنو، فزادت نسبة الكالسيوم. هذا ليش تفسير ان ليش اغلب الاشخاص اللي عندهم هايبر فوسفاتيميا عندهم هايبو كالسيميا والعكس؟ ليش؟ لان الكالسيوم عنده هاي افينيتي مع الفوسفيت. تمام. وايضا ان الكالسيوم عنده هاي افينيتي تو ليبيد، والعمليه هذه شنو اسمها؟ اسمها سابونيفيكيشن. سابونيفيكيشن، فالكالسيوم بعد يلقى ديد سيلز يمشي شنو؟ يترسب فيها. فالعملية ترسب الكالسيوم على السيلز يسموا فيها الكالسيفيكيشن. على فكرة الكالسيوم بعد يترسب في مكان يدير لك كيف الماس بالضبط كيف الجبس اللي هو يستخدمه فيه في الفراكشر في الكسور، نفس الفكرة. شخص مرات يتعرض لي كالسيفيكيشن في مكان معين تطلع لك كيف الماس، في وجدين وخاصة في الفيميل مرات يصير من الكالسيفيكيشن هذا في البريست تطلع لهم ماس في البريست، أغلبية يخاف يعني يقول لك لا كانسر ما كانسر مش عارف شنو، يمشي عند الدكتور الدكتور يجي يفحصها هني ياخذ منها بايوبسي ياخذ منها عينة يشيل جماعة الهيستوباثولوجي يقول له ما فيش حاجة، هذه عبارة عن ديد سيلز مترسب فيه كالسيوم صار فيه كالسيفيكيشن ديرت لك كيف الماس اللي يابسه، يستأصلوها وترد أمورها طبيعية 100%. فشن سبب الماس اللي طلعت هذه؟ نتيجة الكالسيفيكيشن اللي صار في الديد سيلز، فكون ماس يابسة شوية كيف بالضبط كيف ما قلت لكم كيف الجبس اللي يديروا فيه في الفراكشر. تمام. فهكي نحن خدينا ديفينيشن اوف النيكروسس وعرفنا ان الليزومال انزيمز كيف تدير النيكروسس نتاعها، يا اما عن طريق الاوتولايسس يا اما الهيتيرولايسس، وعرفنا الفيت اوف ديد سيلز شنو المصير نتاعها في نهايتك. تمام. طبعا كيف ما قلت لكم انت تقروا في الطب لازم بيعقدوها لكم، كل ما حقوها سهلت بيعقدوها لكم. ف يجيك حد يقول لك يا دكتور خلاص هذا هو النكروزز نوع واحد، نقول لك لا، النكروزز هنا عباره عن 5 انواع وكل نوع اسهل من الاخر على فكره، ما تعقدوش روحكم ما تصعبوش، كل نوع اسهل من الاخر. فتو باذن الله حناخذ شنو هن الانواع نتاع النكروزز، تقريبا 6 انواع، وكل نوع حناخذه نحكي عليه بتفاصيل شويه نبذه بسيطه مش نعرف نفرقه بين النوع والاخر. تمام. تو نجو نحكي على تايبس اوف نكروزز. انواع النكروزس اللي هن تقريبا 6 انواع، 3 4 5 6. تمام. اول نوع اللي بنحكي عليه اللي هو اسمه يسموه فيه الكو اجلتوف نكروز، النوع الثاني حاجه اسمها ليكويفاكتيف نكروزس، النوع الثالث اسمه الكيزياس نيكروزس، النوع الرابع اسمه الفات نيكروزس،
الخامس اسمه الفيبرينويد نيكروسس، واخر حاجه اسمه الجانجليوس نيكروسس. جانجليوس نيكروسس تمام، اللي هو مشهور بالغرغرينه كيف ما نقولون احنا. تو كده واجدين منكم سمع الاسامي الغريبه ذينا خاف او ريب، شنو الكواجليتيف والليكويفاكتيف والكيزياس ومش عارف شنو. لكن والله بالعكس سهله، حنبدا نحكم كل واحد فيهم، نعطوا عليه نبذه ونشرحوه شرح، مش حنكتبوا عليه كتيبه واجد لكن نفهموه فهم. بعد نكملون حتقولوا الخوف اللي شفناه في البدايه والله تفهمك. فاول واحد حنحكوا عليه اللي هو الكواجليتيف نيكروسز. شوفوا خذوا قاعده في حياتكم باي، مش شرط في الطب بس، في اي حاجه او اي معلومه جديده تعرفها، ديما انت بعد تسمع لي حاجه جديده ركز في الاسم بتاعها. مرات الاسم بروح اشارح عليه، ديما الاسم حاول تحل بينك وبين نفسك. ليش؟ لان اغلب الحاجات الجديده المعلومات الجديده تبي تسمعها تلقى الاسم بتاعها هو بروح اشارح عليه. فكيف عندي عندي الكو اجليتيف نيكروسس، كو اجيوليشن جاي من التجلط، معناه انت دغري بتفكر تقول ان معناها النيكروس او الخليه ماتت نتيجه جلطه اسكيميا ترومبس. تمام، نفترض ان هذا اورجان نتاعي، هذا الاورجان وهذا بلاد فيسل اللي يغذي فيه. تمام، لو تعرض الشخص الى ترومبس جلطه سكرت مجرى الدم، الدم ماش قاعد يمشي للاورجان صار لا، فشن صار لنا هنا؟ صار ديكريز في البلد سبلاي، وما دام نقص البلد شن نقص معه الاكسجين اكيد، فديكريز في الاكسجين سبلاي، فالبيشنت هنا او الاورجان هنا خش في هايبوكسيا. الهايبوكسيا شن بتأدي؟ تؤدي الى اسكيميا صح ولا لا؟ خش في هايبوكسيا، خش في اسكيميا، هلبن ل 12 ساعة تاعتنا، معناها هنا حيخش في الريفرسبل تشينجز وينتهي بها الحال الى ديث. صح ولا لا؟ الخلية ماتت، شن سبب موت نتاعها اساسي؟ ترومبس او اي حاجة، مش شرط ترومبس، اي حاجة ادت الى انقطاع البلد سبلاي للسيلز او الاورجان، نقص عليها البلد سبلاي، نقص عليها الاكسجين، خشت في هيبوكسيا ادت الى اسكيميا، اسكيميا خذت مده معينه تحاملت وخشت في الريفرسبل تشينجز وانتهى بها المطاف الى سيل ديث. تمام، هذه هي الكواجليتيف نيكروسس. تمام، يجيك حد يقول لك يا دكتور هل هذا يصير في السيلز كلها ولا الاورجان كلهن؟ نقول لك لا، الكواجليتيف نيكروسس عاده يصير في السوليد اورجانز، ان سوليد organs. سمي معي كيف شنو solid organs؟ شنو liver صح، spleen، kidney، muscle، heart صح ولا به؟ يجي نقول لك lung، قولي لا lung مش solid organ. يجي نقول لك brain، قولي لا brain مش solid organ. جي نقول لك الانتستين، قولي حتى هو الانتستين مش سوليد اورجان، معناه الكو اجليتيف نيكروسس يصير لي فقط في السوليد اورجانز، يصير في الليفر، يصير في السبلين، يصير في الكدني، يصير في المسلز، يصير في الهارت، لكن في اللنج ما يصيرش، في البرين ما يصيرش، في الانتستين ما يصيرش. ليش؟ لان يعتبر نون سوليد اورجانز. تمام، ليش شل المغزى منها؟ ليش سوليد اورجانز؟ نقول لك ليش، لان من خصائص الكو اجليتيف نيكروسس انه يصير ديث للسيلز، ديث اوف سيلز وذ، ركزوا معايا، بريزيرفد ذير اركيتكتشر. كيف يعني؟ هنا الخلايا هنا في السوليد اورجانز يموتن
والخلية تموت، لكن الخلية تقدر محافظة على الشكل متاعها. ليش هن ليش سميناها solid organs؟ ليش هنا تميزا بالكريكتيريا متاعها ان solid على عكس الاذر organs كيف اللانج والبرين هنا مش solid؟ لان cells متاعت الorgan هنا الكابسول متاعها قوي، عندنا strong capsule. تخيل انت cells الكابسول متاعها strong، سل مع سل مع سل مع مئات الاف الخلايا، فتكون الاورجن اللي هو تكون من سيلز الكابسول بتاعها سترونج، فكون اورجن اصلا هو سترونج كابسول هو سوليد اورجنز. فالخليه تموت لكن تقدر محافظه على الشكل الطبيعي بتاعها. اللون بس تلقى لونها مثلا الاريا اللي فيها مثلا نيكروس تلقى اللون بتاعها مختلف، لكن تيجي تبحث في الشكل مثلا ليفر او سبلين تلقى كيف ما هو. فهذه من خصائص مهمه جدا من خصائص الكواجليتيف نيكروسز، ان الخلايا موتن وذ نورمال او بريزيرفد الاستراكشر او الاركتكتشر بتاعها. الكلام يقول فيه كم كل ام سكيو، تمام؟ كيف شنو مثلا اعطي لك اكزامبل. لو مثلا هذا عندنا سبلين، تمام، هذا سبلين سوليد اورجنز. لو انا مثلا جيكك نمسكك نقول لك انا صار لي نيكروسز في سبلين او في الليفر، شنو النوع؟ تغري حتقول لي كواجليتيف نيكروسز. في البرين تقول لي لا، طبعا نعرفوه في النوع اللي بعده. اللنج حتى هو تقول لي لا مش كواجليتيف، حتى هو نعرفوه في النوع اللي بعده. البه، لو انا عندي البلود فيسلز هنا اللي يغذي وين؟ في السبلين، يغذي لي في الاريا اللي قدامك. شنو صار له؟ اكلوجن، سكر البلود معش مشان خش في اسكيميا، ادت اسكيميا الى الدث للسلز اللي هو يغذي فيه، تمام. فتكون لي شكلك شكله تلقوته. ان شاء الله هنزل لكم صور، انا بعد نزل لكم فيديو هنزل لكم صور اللي كلنا الجيه هذه كل اللي غذي فيها ماتت، تمام. فحتلقى انت شكل السبلين كيف ما هو محافظ على الاركتكتشر بتاعه بما فيه الاريا اللي صار فيها النيكروسس، لكن تلقى الاريا بيل. فاول خاصيه لها تلقى اللون تاعها بيل باهت. ثاني خاصيه في المكان اللي صار فيه النيكروسس تلقاها ويدج شيب. شو معنى وجه؟ يعني كيف شنو؟ كيف الوتد، وتدية الشكل، الوتد الشكل متاعها مثلث، تمام؟ قال لك طبعا مدام هي مثلثة معناها لها ايبكس ولها بيس، صح؟ هذه البيس وهذه الايبكس. به انا شنو نستفيد من الشكل؟ انديكيت تو شنو؟ قال لك ديما ارسم مكان النيكروسس يطلع معك مثلث. الايبكس هذا مكان الفيسل صار فيه اكلوجن، فالايبكس تلقاه شنو يمثل لك او يكون اتجاه نتاعه توورد الاكلودد فيسل، والبيس تلقاه وين اتجاه نتاعها توورد الكبسول، تمام. فهذا ليش نحن نستفيده من الشكل. تو عندها مثلا الفستين في الرسمه اللي قدامي، ليش الشكل نتاعها ويدج شيب او تريانجلر. الايبكس ريت اتجاهها وين؟ في الاكلودد فيسل، والبيس جايه في اتجاه الكابسول، تمام. هذه باختصار وما تزيدوش اكثر من هيك على الكواجليتيف نيكروس. الكلام اللي قلته كله والكلام اللي مكتوب قدامك كله هذا محط ام سي كيوز. انت بعد تفهم خلاص الام سي كيو يلعب لك فيها كيف ما يبي، والله حتحل، تمام. تو هناخذ النوع الاخر اللي هو الليكوفاكتيف نيكروسس. النوع الثاني اللي بنحكي عليه اسمه الليكوي فاكتيف نيكروس، هو شبيه شويه بالليكوأجليتيف نيكروسس، لكن باش يتميز هذا يتميز انه يضرب لي النن سوليد اورجانز. كيف شنو نون سوليد اورجان؟ برين، انتستين، تمام. اللنج شوفوا اللنج ممكن، لكن اللنج مشهوره مش بالنوع هذا النيكروسس، مشهوره بالنوع اللي بعده اللي هو الكيزيس نيكروسس حنحكوا عليه، لكن هذا غالبا يضرب البرين والانتستين فقط. اللنج ممكن لكن ماهيش رير، يعني شويه يصير لها نيكروسس، هذا عاده ديما يصير لها الكيزيس نيكروسس. تنجوها بعد الموضوع، تمام. نرسمه نفس القصة مش نفهمه. باي نفرض هذا برين نتاعنا، هذا برين، تمام.
البرين جاي بلاد فيسل حتى هو يغذي فيه، صح ولا لا؟ البلاد فيسل تعرض لي اكلوجن، شنو صار لي انا؟ نقص نفس القصة، بلاد سبلاي نقص الاكسجين وخشت في هيبوكسيا وخشت في اسكيميا. مع المدة هتخش في irreversible changes وينتهي بها الى الدف، نفس الاولي، لكن شنو نوع الدف؟ ليكويفاكتيف نيكروسس. تمام لانت هو امور ماشية 100%. قال لك هنا غالبا ان البرين السبب الرئيسي ديما طبعا الاكلوجين، ممكن تكون ترومبس، ممكن تكون اي سبب اخر، لكن قال لك مرات وخاصة اكثر في البرين ان تعرض الى بكتيريا الانفكشن. تمام، بكتيريا تهاجم البرين فممكن تدي لي الى نيكروسس. يجيك حد يقول لك دكتور شوي وقف شوي، كيف بكتيريا تدي نيكروسس؟ هل البكتيريا تقدر انها تدير اكلوجن للفيسلز؟ ما البكتيريا ما يجي ترومبس او ماس كبيرة لدرجة انها تسكر الفيسلز. نقول لك صح، كلام منطقي، تفكيرك صح، لكن شو نقول لك؟ انا نقول لك البكتيريا الانفكشن بعد توصل للبرين وتضرب البارنكايما والفيسلز اوف ذا برين، قال لك ممكن البكتيريا دي لي فاسكولايتس، التهاب، مش هي بكتيريا جاي بتدير انفكشن، بتدير انفلاميشن في المكان اللي ماشيه فيه، صح ولا لا؟ فممكن شو تدير لي؟ تدير لي انفلاميشن في سمول فيسلز اللي غذا في البرين، شن اسمها؟ فاسكولايتس. الفاسكولايتس عادة او اي انفلاميشن او كرونيك انفلاميشن بينتهي بفايبروسس. الفايبروسس تكون في الفايبر، النهاية بتاعها شنو؟ تدير لي اكلوجن للسمول فيسلز، فتؤدي لي الى نفس الفكرة، decrease blood supply، هيبوكسيا، اسكيميا، ديث. تمام؟ شن نستفيد منها؟ ليش قلت لكم الفكرة هذه؟ تو نقول لك البكتيريا الانفكشن، هذا البرين تاعنا، بعد تخش البكتيريا في التيشوز او في السيلز، شين بيصير؟ من بيجي هاجمها؟ بيجن عمك، من عمك ليكوسايت، هنا نيتروفيل، ماكروفيج. تمام، بيجن بيدير العركة مع من؟ مع البكتيريا اللي خشت عليهم، صح ولا لا؟ فتصير طحنا، تبدأ الليكوسايت تهاجم البكتيريا تهاجم. طبعا الليكوسايت او الماكروفاج بعد بتهاجم البكتيريا اللي هنا تبي تقتل منها، يعني انت خاش ساحة معركة عشان حتى اللي تخش ساحة، تلقى اللي ميت ميت، اللي جريح جريح، اللي متقطع متقطع، صح ولا لا؟ فتصير معركة. شن ينتج هنا؟ شن ينشأ لي؟ شن حنلقى بعد نجي ننبحث هنا؟ حنلقى نيتروفيلز، هنلقوا ماكروفيجز، باي هنلقوا ديد سيلز، هنلقوا نيكروتيك سيلز، هنلقوا البكتيريا او ديد بكتيريا، بكتيريا ميتة. علينا كلهم بعد تتجمع في مكان واحد هيكون لي حاجة اسمها بص، والبص حيكون أبسس، هي هو الصديد كيف ما نقوله أو الخراج. تمام، ده أنا المرة هذه أنا بنسألك، إيش الفرق بين البص والأبسس؟ إيش الفرق ما بين البص والأبسس؟ فنقول لك تشوف فيها اللي تكون عليه هذينا، أول حاجة هتتكون بص، بعدين تكون واحد اخر، بعدين تكون واحد اخر، تكون واحد اخر، بعد يصير اكيموليشن، تجمع مع بعضهم يسموا فيه الابسس. فتعريف الابسس شنو هو؟ هو اكيموليشن اوف بس. تمام، عرفت شنو الفرق بين البس والابسس؟ توا فهمنا الفكره، توا هذه باختصار الليكويفاكتيف نيكروسس. حتى بعد جيت تلقى هنا الليكويفاكتيف، ليش سماها ليكويفاكتيف؟ اما وعندي هنا خلايا ميتة، هنا طبعا بالعين دريتها في اللون الحمر جوا، ليش؟ لأن خلايا ميتة تكون إيزينوفيليك، لون متاعها بينك. بعد تشوف هنا السيلز، سواء كان انتستن سواء كان البرين، شين تلقى السيلز؟ اسمها ليكويفاكتف، كلمة ليكويفاكتف جاي من ليكويد، صح ولا لا؟ ما
انا تلقاه هاي فيسكستي، هاي فيسكستي، تلقاه لزجة، عارفين شكل كيف كيف الجل جيلي لايك، تلقاه تلمع، تصير فيها تلقاها اتروفايد وتلمع في نفس الوقت. تروح انزل لكم صورة حتى تفهموها اكثر. هذا ليش يسموها الليكوفاكتيف نيكروسس؟ بعدين يقول لك انا الكواجلتيف نيكروسس وين يصير لي؟ تقول لي في السوليد اورجانز، وعرفنا الميكانيزم تاعها وعرفنا كيف يصير. الليكوفاكتيف نيكروسس وين يصير؟ في النون سوليد اورجانز، مينلي في البرين اند انتستين. وعرفنا ان الميكانيزم تاعها، وعرفنا لو تعرض للبكتيريا الانفكشن حتى تقول لي الليكوفاكتيف نيكروسس تؤدي لي عاده الى بس او ابسس. تمام، نجو توا للنوع الثالث اللي هو اسمه الكيزياس نيكروسس. كيف ما قلت لك ديما تبي تفهم الحاجه حلل الاسم تاعها قبل، تحلل الاسم تاعها انت هيك عرفت 50% من المعلومه الجديده. فالكيزياس نيكروسس قال لك كلمه كيزياس منين جايه؟ جايه من كلمه المانيه كيز، تعني بالالماني تشيز. تمام، وهي جبنة الألمانية، عارفين كيف الجبنة تاع التوم وجيري هذه تلقاها مثلثة فيها النكهات، فشبهوها بالتشبيه هذا. بعد جو شافوا النكروسس وحطوه، خذوا خلايا ميتة وحطوه اندر ميكروسكوب، بحثوا فين لقوا شكل شبيه بالجيرمان تشيز، شبيه بالجبنة الألمانية، ويبدو ان اللي اكتشفها ألماني فسماها كيزياس نيكروسس. هنا كيف جاء الاسم. تمام، تو في النوعين اللي فاتنا قلنا السبب الاساسي نتاعها كيف الكواجلاتيف كيف الليكويفاكتيف، ان في بلاد سبلاي وصل له اكلوجن السكر لاي سبب من الاسباب ادى الى ديكريس في البلاد سبلاي، ادى الى اسكيميا وقتل لي الخليه. صح لا؟ قال لك هنا يختلف شويه، ان السبب الاساسي للكيزياس نيكروسس هو الكرونيك انفلاميشن. حنجوه هنا بالتفصيل انفلاميشن الكرونيك والاكيوت بالتفصيل، هناخذه ان شاء الله في المحاضرات الجايه. تمام، كيف شنو على سبيل المثال اللي هو افضل مثال للكيزيس نيكروسس حاجه اسمها الجرانيولوما، هناخذوها كيف ما قلت لكم ان شاء الله بالتفصيل في الكرونيك انفلاميشن، هنشرحها هنا بسرعه بسرعه، هناخذوها باذن الله في التفصيل في الكرونيك انفلاميشن. حاجه اسمها جرانيولوما، انا بعد ما نشرح الجرانيولوما مش هنلقى احسن من التي بي. التي بي اكثر حاجه شارحه الجرانيولوما. الاكزام بالاساسي اللي بنشرحه به الكيزياس نيكروسس هو دي تي بي، اللي هو الدرن كيف نقول. التي بي هذا كيف ما هو كيف ما قلت لكم حناخذوه بالتفصيل في الريسبيراتوري سيستم بعد نخش على السيستميك. التي بي السبب الاساسي بتاع بكتيريا اسمها المايكوبكتيريا، مايكو بكتيريا تيوبركلوسس باسيلاي. هذه شو تصير؟ هذه اللنج بتاعتنا، هذه اللنج بتاعنا. تمام، لو نفرض ان البكتيريا هذه جت في السيلز اوف ذا لنج، تمام، اول حاجه بدي تهاجمها ان البادي حيعطي الارم ان في بكتيريا خشت، تعالي دونك يا ماكروفاج تعالي اضربين. فانا عندي هنا في البلاد فيسلز، تمام، شن في السيركوليشن هتلقى حاجه اسمها المونوسايت، عارفينها اكيد المونوسايت. المونوسايت بعد تطلع من السيركوليشن، تطلع من البلد، تمشي للتشو، يجد اسمها تغير الى اسمها ماكروفيج. تمام، لان تو فالماكروفيج في السيركوليشن او في البلد سبلاي اسمها المونوسايت، بعد تمشي للتشوز يسموا فيها الماكروفيج. الماكروفيج تجي تبي تهاجم في ظنها ان المقدوره تقدر تضرب الميكوبكتيريا، بعد جي تمشي للتيشوز الماكروفاج، بعد جت عند وما فيه مستوطنه او قاعده الميكوبكتيريا، تفاجات ما قدرتش عليها، لقيتها شنو اكثر من قدرتها ان تقدر عليها. فشنو يصير؟ اول حاجه عارفين زمان بعد عيل صغير يطلع في الشارع ويدير عركة مع شخص كبير ما يقدرش عليه يرد، كلم خوه الكبير، نفس الفكرة. الماكروفاج مشت من المكان اللي فيه الميكوبكتيريا
قالت والله ما نقدر عليه، شنو ندير شنو ندير شنو ندير، لازم هادي نكلم خويا الكبير لان تي لنفوسايت. تمام، التي لنفوسايت انا بجي بقدم دعم لوجستي للمايكروفاج. بعد جات المكان المعركه هنا شنو ندير، قالت شنو ندير التي لنفوسايت شنو ندير شنو ندير، عدت افرزت حاجه اسمها الانتر ليوكين. طبعا هذا كله حنعاودوه بعدين، باين باين انتر ليوكين والانتر فيرون جاما. هذين شنو دارا؟ هذين حاولا يقوّن القدره القتاليه نتاع الماكروفيجز. تي لمفوسايت افرزت الاوترن ستيموليشن الانتر ليوكين والانتر فيرون جاما، حفزت به الماكروفيج. الماكروفاج هذا شنو صار لها؟ اللي قاعد الحجم نتاعها هكي تغير، قاعد الحجم نتاعها كبير. هنا ما عادش قاعد اسمها الماكروفاج، قاعد اسمها الابيثيلويد سيل. ليش؟ لانها قاعد عندها قدره قتاليه عاليه، عندها مور كيلينج ابيليتي. تمام، مور كيلينج ابيليتي، يعني تحاول دير قدره كبيره. مش ان الماكروفاج انت جيتي الماكروفاج ما قدرتش تضرب الميكروبكتيريا، ما عندكش قدره لها. جيت انا كتي لمفوسايت حفزت لك الانترليوكين، الانترليوكين والانترفيرون جاما، مش انا نحاول نزيد القدرات القتاليه نتاعك على عل وعسى انك ممكن تقدر على الميكروبكتيريا. فايبيثيلويد مع ايبيثيلويد مع ايبيثيلويد مع ايبيثيلويد مع ايبيثيلويد مع ايبيثيلويد تكون حاجه اخرى اسمها المالتي نيوكليتيد. مالتي نيوكليتيد معناها متعددة الخلايا، وش صار في الحجم نتاعها كبار اخرى، فسموها مالتي نيوكليتيد جاينت سيل. بعد يجي كم توكي، بعد يجي كم سؤال يقول لك شنو هي المالتي نيوكليتيد جاينت سيل، تقول هي عبارة عن تجمع من الابيثيلويد سيل. شنو هي الابيثيلويد سيل؟ تقول انها عبارة عن ماكروفاجز لكن زادت القدرة القتالية نتاعها، قالت اكبر واكبر اكبر واقوى، فتغير اسمها الى الابيثيلويد. شنو جايب ماكروفاج انا؟ قول والله خشت ماكروفاج تبي تحارب ما قدرتش، استعانت بالتي لنفوسايتس اللي هي حولتها الى ايبيثيلويد سيلز. ايبيثيلويد سيلز تجمعت تجمعت وكونت نوع واحد اخر او حجم اكبر قاعد وفيه اكثر من نيوكليس، سموها المالتي نيوكليت جاينت سيل. فهمتوا؟ تمام، هذين كل اللي حكيت لكم وكل وين جن كل المجنن مكان مكان الميكوبكتيريا، وهذا كله ما قدرناش عليه. فشنو سامعين بيه؟ انتهت حلول الارض، الامر متروك للسماء. نفس الفكره هنا، قال لك انتهت حلول الارض، شنو ندير شنو ندير، انا مش خلاص ما قدرتش عليه، نبي نحاصره. نبي شنو نحاصره؟ مش اقل حاجه يقعد في مكانه ما عادش يتمدد. فناخذ مثلا الرسمه هذه نجيبوها، شنو قاعد عندي؟ قاعد عندي البكتيريا اللي قاعده، وشنو عندي اخر سموا معي ماكروفيج قاعده، تي لنفوسايت قاعده، ايبيثيلويد قعدت، المالتي نيوكليتيد جاينت سيل حتى انا قعدت. فتلقى الشكل نتاعها نك، تلقى البكتيريا في النص، تمام، تلقى الماكروفاجز، تلقى شويه تي لنفوسايتس، تلقى الابيثيلويد سيلز، تلقى جنب هنا مالتي نيوكليتيد جاينت سيل. فالشكل هذا كله يسموا فيه شنو؟ كران نيلوما. في النص هنا شنو فيه؟ هنا حقيقه في ديد سيلز، في خلايا ميته وفي خلايا حيه، في خلايا ميته في خلايا حيه، صح؟ اللي قدرت تقتلها تقتلها، واللي ما قدرتش تقتلها قاعده تقاوم. فالخليه الميته، الخليه الميته فيهاش نيوكليس، نيوكليس متدمر، والخليه الحيه فيها نيوكليس. بعد حطوها تحت الميكروسكوب شو لقوه؟ لقوه ان الخليه فيها نيوكليس قاعده، الخليه الحيه فيها نيوكليس قاعده، الخليه اللي ميته ما فيهاش نيوكليس. فدارت شنو؟ لقوه كيف الحفر، تخلي انت المكان هنا في نيوكليس هنا فيش، هنا في نيوكليس، فتحس المكان قاعد كيف محفر. هذا ليش الشكل نتاعه شبهوه ب الجيرمان تشيزر. تمام، فيسموا فيها كازييتينغ جرانيلوما. كازييتينغ جرانيلوما ليش؟ لان عطت الشكل اللي هو الكازييتينغ، وادي في النهايه بك الى كازييتينغ نيكروز. فمهمه جدا 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 بعدين حتى في الام سي كيو في الفاينل ان شاء الله بعد تمتحنوا في الريسبيراتوري، ان التي بي شنو نوع الجرانيلوما او النيكروز نتاعها تكون كازييتينغ، كازييتينغ جرانيلوما. ليش قلنا هكي؟ لأن في ديزيز آخر اسمه الساركيدوزس، حتى هو بإذن الله حناخدوه في الريسبيراتوري.
ستار كيدوز حتى هو يدير جرانيلوما لكن نوت كازيتنج، فيسموا فيها نون كازيتنج جرانيلوما. تمام، هذه باختصار وبساطة وبسهولة الكازيتنج نيكروسس. نجو توا للنوع الرابع اللي هو الفات نيكروسس. نفس القصة من الاسم شو نعرفه ان النيكروسس السبب متاع فات. كيف نيكروسس السبب متاع فات؟ هذا ليش مبدي قلت لكم هي قصة الكالسيفيكيشن في الفيت اوف ديد سيلز. قلت لكم ان الكالسيوم يعشق الفري فاتي اسيد، كلمة حقة يدير فيه كالسيفيكيشن متاع معاه، ومادام دار كالسيفيكيشن حتى لو الخلية ما مثل فيها امل ان تعيش يقضي عليها. تمام، فانت تستنتج من العنوان متاعك ان السبب متاعها في الغالب ان كالسيفيكيشن، في وجود فات طلعت فري فاتي اسيد دار فيها كالسيفيكيشن ادى الى death او dead of the cells. تمام، في الفات نيكروسس قالك ممكن يكون نوعين. ممكن يكون النوع الاول اسمه تروماتيك فات نيكروسس، او يكون انزيماتيك فات نيكروسس. خلينا ناخذ كل واحد بروح. نبدأ بأول واحد اللي هو تروماتيك فات نيكروسس. تمام، هذا أحسن مثال نشرح به النوع هذا اللي هو البريست. تمام، البريست من أكثر الأورغانز في البادي احتواء على فات، نسبة الفات فيه كبيرة بكر. لو نفترضوا أن في ميل تعرضت للتروما على البريست. تمام، ولاحظوا معي وركزوا معي أن التروما لو مش تروما اللي في بالكم، الخبطة القوية، خبطة بسيطة أنت عليه تشتغل تدير برمتك، خبطت في حاجة الباب، خبطت في ضاولة، خبطت في أي حاجة، لدرجة أنك مثلا بعد جيك هي في المستشفى تقول لها هل أنت تعرضت للتروما؟ تقول لك لا والله ما نتذكر. فتحس التروما متاعها هي ماهيش خبطة التروما تاع أي شخص يتذكرها، خبطة بسيطة تقعد بشوية بشوية تدير إلى فات نيكروسس. تونا فهموا أكثر وأكثر. باي، لو نفترض أن في ميل تعرضت لتروما. تمام، في السبكتينيوس تيشو، معناها أنا درت هنا إنجري وين؟ في الفات سيلز. شن اسم الفات سيلز؟ أديبوسايت. فإنجري إن أديبوسايت. انا بعد صار لي انجري في الاديبوسايت زاد عندي الفات، ما نستغل القصه هنا، استغل الكالسيوم. بعد صار لي انجري هنا في السلف في الاديبوسايت، جاء يجري الكالسيوم هذا، قلت لكم يعشق الحاجه اسمها ليبت، دغري يجيها الكالسيوم، فيبدا يجي لي ترسب او اكيموليشن اوف الكالسيوم على المكان هذا، فيؤدي لي الى الكالسيفيكيشن. صح ولا لا؟ كالسيفيكيشن مع كالسيفيكيشن يكون لي كيف الماس. تمام، شي يكون لي حاجه اسمها لامب انا ماس، فيكون لي حاجه اسمها البريست لامب، حتى تاخذوها في الجراحه باذن الله في سنه 5. البريست لامب هي تحتوي على شنو اساسا؟ عباره عن كالسيوم ودد اديبوسايت، هذه هي البريست لامب. فالفيميل مسكينة تختم تشتغل في الحوش، حصلت خبطة بسيطة هي تترش عليها، أو اللي هنا هي ساخنة تختم، فالخبطة كانت قوية شوية ومتوسطة لدرجة هي مش عارفتش بها، وكملت اليوم عادي. تمام، يوم مع يوم مع يوم، أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، تكونت لامب البريست، هي بتندرش يروحها فطنت بها، خافت كانسر، جاء في عقله كانسر دغري، تمشي دغري للمستشفى. اول سؤال يسأل للدكتور يقول له هل تعرضتي لتروما، خبطتي من قبل؟ دغري هي طبعا اغلب 90% من الحالات تقول لك لا والله ما نتذكر، ما اتذكرش. فالدكتور شنو بيدير هنا؟ دغري بياخذ بيوبسي، بياخذ عينه من المسد ويشيلها للمختبر، يومين ثلاثة اسبوع تطلع نتيجه، بحث اندر مايكروسكوب يلقوها عباره عن كالسيوم وديد سيلز. جي هي مسكينة
إذا ركبها الرعب الدكتور يقول لها لا متخافيش، هذه أنت محصلة خبطة من قبل لدرجة أنت مش فاطنة بيها. فمثلا بعض الخلايا إن الأديبوسايتس دغري جاء استغل القصة الكالسيوم دار كالسيفيكيشن فيها كون لي ماس، تمام، والماس هذه دارت لي بريست لامب، فأنت شكيتي إنها كانسر لكن أمورك طيبة. تروح للاستئصال يحولوا لها أو مرة تحول من غير حتى أي عملية وترد حياتها الطبيعية 100%، تمام. هذا هو السيناريو اللي شرحت لكم به الفات نيكروسس. ليش سمينا فات نيكروسس؟ لأن أندر الميكروسكوب لقينا ديد أديبوسايت وصار كالسيفيكيشن، تمام. هذا النوع الأول من من الفات نيكروسس اللي هو التروماتيك فات نيكروسس. نجي للنوع الثاني اللي هو اسمه الانزيماتيك فات نيكروسس. هذا احسن اكزامبل نحكوا عليه مش نشرحه به الانزيماتيك فات نيكروسس اللي هو البنكرياس. تو عندنا هذه الاستومك بتاعتنا، تمام. طبعا انا في الرسم مش 100%، اي. وعندنا هذا البنكرياس بتاعنا، تمام، في بنكرياتيك دكت، وفوق شنو عندنا؟ طبعا هذه الهيباتيك دكت شيء هيك، هذه السيستيك دكت بتاع الجول بلادر تنزل كومن بايل دكت تلقاها مع بنكرياتيك دكت كون الامبيل اوف باتر جي وين في السكند بارت اوف ديدينا، صح ولا لا؟ هذا النورمال. انا في الطبيعي بعد ناكل، بعد ناكل طبعا ينزل استومك، ينزل وكال في استومك، تمام. البي اتش نتاع استومك لو نتيجة وجود الاتش سي ال تقريبا من 1 ل 2 بي اتش، تمام. فالوكال النازل الفود النازل اللي في استومك هيختلط بالاتش سي ال، صح ولا لا؟ تغري الاكل بعد يخش من البيلوروس يوصل للدودنم نازل اسيدك، لا الاستومك توا تقدر تعمل الاسيدك. ليش؟ زمان كنت تذكر في سنة رابعة سؤال يجيك ديما يجيبوا فيه، علل المعدة تهضم الطعام ولا تهضم نفسها؟ نفس الفكرة، ليش المعدة تتحمل؟ لأن وجود ميوكوزا خاصة سبيشالايز تحمي المعدة من الاتش سي ال، لكن الميوكوزا هذه موجودة في الاستومك بس مش موجودة في الدودينم. بعد ينزل الدودينم، ينزل وكال في الدودينم، مش عارف كاني متلخبط انا، ينزل وكال في الدودينم ينزل اسيدك، هنا يصير تحفيز. خليتوه انتم بالتفصيل في الفسيولوجي. المهم بعد يصير تحفيز يبدا يطلع البنكرياتيك انزيمز، وين يطلع؟ في الدودينم بنكرياتيك جوسس او سكريشن. شنو هن؟ ترى سميه لي قبل ما نعرفه. عندنا اول حاجه ان كم واحد؟ تقريبا 4. اول واحد اللي هو البايكربونيت، تمام، وعندنا اللايبيز وعندنا تربسين وعندنا الأمايليز، تمام. أول واحد يطلع عندي هو البايكربونيت. ليش؟ تغري تغري قبل ما تهضم لي لوكال، أنت قبل ما تهضم لي لوكال، لأن كل يهضم في لوكال. اللايبيز يهضم في الليبتس، والأخرات يهضم في الكربوهيدرات والبروتينز. تربسين يهضم في البروتين، والأمايليز يهضم في الكربوهيدرات. لكن الدودينم هنا ما يفكرش في هضم الطعام، هذا عنده آخر حاجة، يقول أهم حاجة دير لي الكلايزيشن الميديا بتاعتي، انا ما نتحملش اتش سي ال. لو طولت اتش سي ال هنا حيصير لي تاكل، حيدير لي قرحه انت في الـ في الـ في الدودينم. فاول حاجه تطلع في اليومن هي البايكربونيت، دير لي النيوتراليزيشن معادله، تحول لي تحاول ترق البي اتش لكي ينزلها 2 الى اكثر من 7 8 9، عادي. اهم حاجه تكون الكلاين ميديا، هيك الدودينم تريح. تو يقول لي عادي افرز اللايبيز نتاعك، افرز تريبسين، افرز اي حاجه، اهضم علي مهلك، تمام. حلو الكلام اللي نتوه به. بما ان نحن نحكوا على الفات نيكروسز، معناها هذين التربسين الاميليز ما يهمنش هضم البروتين، هضم الكربوهيدرات ما يهمنش، اهم حاجه عندي اللايبيز، هذا اللي نحكوا عليه هو الاساسي، تمام. لو شخص عنده ستون في ديزيز يضرب الجول بلادر، ان الجول بلادر ستون اللي هو الحصى في المراره، تقدر عنده اعراض معينه وهذه تستفيد بها بعدين انت في المستشفى بعد يجيك حد، تمام، تسأل هل عنده history of gallstone أو لا. المهم مرات واحدة من stones تهرب وتجيها تنزل تكون صغيرة شوية، تنزل وتحصلها.
شنو درت انا؟ صار لي اكلوجن البانكريات اكسكريشن، ما عادش قدرنا يطلع، صار لنا كونجشن. طبعا هو البنكرياس ملاش علاقة، الدودنة بعد ينزل له هنا وكال ملاش علاقة. هو لا مش بها ترى البنكرياس تحسبه مقامز، الدودنة يقول له رون جني وكال فيه لو بي اتش، يقول له والله ما نقدر طريق مسكرة قدامي. لا ما يفهمش، يصنع وخلاص، طريق مسكرة مش مسكرة مش شورة. فكل ما يجي وكال هنا لو بي اتش يصير تحفيز البنكرياس، يبي يطلع في السكريشن بتاعتي، يطلع في السكريشن بتاعتي، يطلع وهكذا. شنو يدير هنا بعد يتكثر او يكثر السكريشنز هنا؟ اللايبيز يبدا يهضم فيه الفاتس اللي موجوده من ضمن تركيب البنكرياس. فاللايبيز يبدا شنو يدير لي؟ يدير لي لايسز للفاتس، يبدا يهضم كانه يهضم في نفسه. بعد يكثر لي الفاتس حيبدا يتكون عندي فري فاتي اسيد، صح ولا لا؟ ما اللي يجي تو يتربص بيه قاعد يرجع فيها من بدري، يرجع في اللحظه التاريخيه، اللي هو الكالسيوم. تغري يجي يا عمك الكالسيوم يقول يا سلام دور فيك من زمان، يلصق في الفري فاتي اسيد. شنو اسمها العمليه هذه؟ اسمها السابونيفيكيشن. هذا ليش قلت لكم في بدايه المحاضره؟ مش بعد نوصل للمرحله هذه تبدأ عارفين كل واحده شنو معناها السابونيفيكيشن. تمام. اصلا هنا الجوسز هذين يطلعن او السكريشنز هنا قاعدين يكسرن في السيلز، فانا عندي اصلا ديد سيلز وديد سيلز وفري فاتي اسيد وجاء كالسيوم زاد الطين بالله، فده لي كالسيفيكيشن في السيلز. فانا بعد نجي نبحث اندر ميكروسكوب شنو حنلقى؟ حنلقى ديد سيلز وفات سيلز، حنلقى كالسيوم. هذا ليش النيكروسس هذا سميناه فات نيكروسس؟ تمام، انفهمت شنو معنى تروماتيك فات نيكروسس وشنو معنى انزيماتيك فات نيكروسس؟ نجو لاخر نوع معنا اللي هو الفيبرينويد نيكروسس. نفس القصة، خلينا نحلل الاسم بتاعنا. كلمة اويد تاني ديما شبيه او مشابه، وفايبرين الفايبرين اللي هو يستخدم فيه في عملية الكلوتينج، في عملية التجلط اللي هو فايبرينوجين يتحول الى فايبرين. معناها نقولوا نيكروسس فيه حاجات شبيهة بالفايبرين، صح ولا هيك؟ لا، خلينا نحكوا عليه تو باش نشوفوا هل التحليل اللي حللناه احنا صح او لا. احسن مثال باش نشرحوا به الفيبرينويد او فيبرينويد نيكروسز اللي هو حاجه اسمها الفاسكيولايتس. فاسكيولايتس، كلمه فاسكيولايتس كيف ما عارفين انت توا خلاص ان ايتس انديكيتو انفلاميشن، وانا قلت فاسكيولايتس معنى التهاب وين في البلد فيسل. لو خذينا البلد فيسل نتاعنا، لو هذا بلد فيسل تمام، وجينا للبلد فيسل هذا بحثنا فيه من قدام، تخيلوا انا خديت البلد فيسل برمته وبحثت فيه من قدام، حيكون الشكل اللي قدامك صح ولا هيك؟ يعني بحث فيك هذا البلد فيسل نتاعك، هذا الوول نتاع البلد فيسل، كلام سليم لان توا. لو النورمال بلد فيسل هذا صار فيه انفلاميشن، صارت فيه فاسكيولايتس، كيف بيكون الشكل نتاعك؟ طبعا من خصائص الفاسكولايتس بعدين في الانفلاميشن سويلينج، اي التهاب يصير فيه سويلينج. كيف انت مثلا بعد يصير لكم الواز او لوز تونسلايتس يلتهب، يقول لك والله عندي احتقان، البلع عندي صعب. فمن اهم كريتيريا اوف انفلاميشن اللي هي سويلينج. فالبلد فيسلز بتحول شكل نتاعها من كيف ما كان تو الى هيك، الوول نتاعها يبقى ثيك ديو تو الفاسكولايتس. حلو الكلام. طبعا في الجو هنا في اليومن اوف البلد فيسلز شنو فيه؟ فيه البلد. شنو يجري فيه البلد؟ بلازما بروتين. فيبدا يصير لي ليكينج اوف بلازما بروتين توورد الوول اوف بلد فيسل. الليكينج هذه خلوه هذه بعدين بعد ناخذ الانفلاميشن تبي له محاضره بروح. بعد ناخذ الانفلاميشن نقول لك ليش صار ليكينج، حد من ورط واجدين ممكن يقول لك بها اوكي ماهش انا بلد انا كان طبيعي ما فيش ليكينج، ليش بعد صار الفاسكولايتس وصار انفلاميشن قاعدا يهرب من السيركوليشن يخش في الوول جوا؟ هذه ان شاء الله باذن الله نشرحها لكم في كورس الانفلاميشن. المهم البلازما بروتين شوف كيف شنو، كيف ضمن الفايبرينوجين الامينوغلوبولين هذين كلنا نعتبرهم بلازما بروتين صح ولا لا؟ ف
فيهربا من السيركوليشن يخش وين؟ في الفول. فجي تلقى انت هنا تلقى فايبرين وجين، تلقى فايبرين، تلقى مرض أمينوغلوبيولين في الوول، الفيسل اللي صار فيه الفاسكولايت. طبعا انفلاميشن من الموست كومن كوز اوف سيل انجري، كيف ما قلت لك ما دام صار لي انجري معناها حتلقى ديد سيلز، تلقى خلايا ميته نتيجه الانفلاميشن. تمام، لو نحن خذينا ارتري صار فيه فاسكولايت، خذينا من عينه ودزيناها لجماعه الهيستو باثولوجي اندر، بحثوا فيها اندر الميكروسكوب، شنو حيلاحظوا؟ حيلقوا عندنا، حيلقوا فيه نيكروتيك سيلز او ديد سيلز، وحيلقوا فيه البلازما بروتين، لانه ممكن يلقوا امينوغلوبولين، ممكن يلقوا فيبرينوجين، ممكن يلقوا فايبرين، لكن الكميه الاكبر ديما هتكون للفايبرين. ف شنو نقول؟ والله في نيكروسيس، والنيكروسيس اللي صاير فيه خيوط شبيهه بخيوط الفايبرين، يعني الفايبرين اصلا. فهذا ليش سموه الفايبرينويد؟ سموه الفايبرينويد نيكروسيس. من التحليل اللي احنا حللناه في البدايه، حللنا الاسم طلع مظبوط. تمام، هذا النوع الخامس من انواع او اشكال النيكروسيس اللي اسمه الفايبرينويد نيكروسيس. يجد مثلا عندنا نوع واحد اللي هو الجانجريوس نيكروسيس، اللي هو الجانجرين. هذا حنديله فيديو بروحه لانه طويل شويه، مش حنضيفه مع الفيديو هذا، مش انا حريص ان يقدر الفيديوهات ما طوال واجد. تمام، مش انت تقعد كل موضوع تقرا، حتى بعد نفسين لو تبحث الفيديو تلقى المده نتاع نص ساعه، 35 دقيقه، 40 دقيقه، نفسيا يجيك نيه انك تفتح الفيديو وتتفرج عليه. لكن لو يقعد الفيديو ساعتين، ساعه ونص فانت نفسيا طويل، ما خليه بعدين، خليه تنبل. تمام، فهذا ان شاء الله حندير له فيديو جديد. تمام، كيف ما قلت لكم اجتهدوا واقروا على اللي يقول لكم، لو انتم جيتكم كمية منهج كبيرة، أنا والله ما نخوف فيكم ولا نحب نخوف، بالعكس بسطها تبسط وصعبها تصعب. كلمة تسهل الحاجة حتى لو كانت صعبة، سهلها تسهل، بتصعبها أنت حتصعبها. فأنا القصد مني إني جايكم منهج كبير، يعني أنت ممكن تلاحظوا أكيد واجدين لاحظوها بيسمع في فيديوهات، كل ما حاجة نقول لكم حنشرحوها بعدين في الكذا، حنشرحوها بعدين في الكذا. فواجدين منكم يقولوا يما جينا بعدين، لكن صدقوني الجنرال اصعب جزئيه في الاصعب جزئيه في الباث واللي هي الجنرال. فنحن تو كاملين قريب ربع الجنرال وماشيين كويس، مازلنا حالات بسيطه، مازلنا نكمل السيل ديث، حنخشوا على الاكيموليشن وناخذ الريبير بعدها والانفلاميشن، بعدين نبدا نخشوا في الجينيتك ديزيز، فاسكولار ديزيز. تمام، عندنا ننهو ان شاء الله بالنيوبليزيا اخر حاجه. تمام، فانا قصدي انك ما تجتهدش اكثر من اللازم، ما تجيش اوفر شويه، تكثر مجموعه معلومات واجد، لان انت مش طبيب منك اكثر من هيك. انا الكلام يقول فيه كله من شيء الجامعه، ما نجيبش هذا من عندي، لكن نلخص فيه الكم بطريقه ان تحاول تسهل الفهم تاعها، مش نفكوا الطلاسم اللي موجوده في الشيت. انا نبيكم تفهموا مني وديروا خرائط ورسمات كيف ما تديروا فين انتم، وبعدين خشوا على شيت الجامعه تلقوا سهل وبسيط جدا. واي استفسار واي سؤال انا حاضر في اي وقت، دز اي وقت ممكن. تمام، ان شاء الله بعد الفيديو هذا حندير لكم فيديو نتاع الجانجرين انواع نتاعها، وكي نقدر نكمل النيكروسيس، بعدين عقد حاجه بسيطه الابوبتوزس، وحندير لكم جدول تفرقوا ما بين النيكروسيس والابوبتوزس، وهيك نقدر سكرنا ملف الصلده. تمام، وكيف ما قلت لكم في بدايه المحاضره، متاسف اني تاخرت شويه على تنزيل الفيديوهات لاني كنت مريض شويه وضغط العمل في المستشفى، لكن ان شاء الله تو في جديد باذن الله حنكثف المنهج شويه. وكيف ما قلت لكم ما تخافوش، لو ماشيين كويس نحن بإذن الله ما يجي امتحان جزئي الأول إلا وأنتم قارين مرة واثنين وثلاثة وحلين نحلوا مسكوات ونراجعوا ونديروا شورت نوتس مع بعضنا، وبإذن الله تعالى ما تخشوا الامتحان إلا وأنتم متمكنين. اجتهدوا وإن شاء الله ربي يوفقكم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن أعماله، وموفقين إن شاء الله.